والحقيقه طبعا بعد الصفقه دي كان لازم طبعا يكون معانا الكابتن طارق محروس المدير الفني للفريق الاول. ازيك كابتن طارق؟ اهلا وسهلا، ازيك يا عم؟ هيثم، اخبارك ايه؟ كل سنه وانت طيب. وانت طيب، وحشني جدا، وربنا يعينك في القادم باذن الله. يا رب يا رب، دعواتكم باذن الله ربنا يوفقنا. كابتن، يمكن لعبت مبارياتك في المجموعه، خلاص الدوري ان شاء الله هيقف، عن المنتخب هيتجمع، العوده ماتشين قويين جدا، شايف فتره التوقف هتعمل ايه يا كابتن؟ والله فترة التوقف بالنسبة لنا هتبقى صعبة، لأن أغلب اللعيبة، أنا عندي حوالي 10 دلوقتي راح المنتخب، والقائمة عندنا 18، في 2 إصابات لسه قدامهم حوالي 10 أيام كمان عشان يرجعوا. فأنت بتمرن حوالي 6 لعيبة أو 5 لعيبة، وطبعا في الألعاب الجماعية الكلام ده ما بيأديش للنتيجة اللي أنت عايزها، لكن هنشتغل طبعا زي ما اتعودنا، نشتغل على اللي موجود معانا ونوظف اللعيبه اللي موجوده معانا على الشغل اللي احنا عايزينه، بجانب طبعا بنحاول ان احنا نقرا الفرق اللي هنلعبها عشان نجهز لها الشغل بتاعها، بحيث اللعيبه لما ترجع من المنتخب نقدر في خلال الفتره الوجيزه اللي هيوصلوا فيها، خصوصا ان هم هيكونوا قبل الماتشات دي بحوالي 3 ايام بس، يعني فتره هتبقى قليله ان انا اجمع اللعيبه، لكن ربنا يقدرنا باذن الله ونقدر نلم الموضوع ونعمل حاجه باذن الله في الماتشين دول ان شاء الله. كابتن طارق، طب قول لي الاصابات، يعني حضرتك كنت بتعاني الفتره اللي فاتت ماتش سبورتنج واصحاب الجهات، كان عندك غيابات كتير بسبب الاصابات، طمنا على الاصابات، عندك اخبارها ايه؟ والله الاصابات اللي عندنا طبعا اسلام كابتن الفرقه وصانع الالعاب والعالم للفريق داخل الملعب، لان هو اللي بينقل كل التعليمات اللي انا بديها للعيبه، خاصه في العمل الهجومي، كان تاثيره مهم جدا في الماتشات دي فعلا. عندي ممدوح طه، عندنا راضي، عندنا بقى 3 كانوا بيلعبوا، لان احنا ما نقدرش يعني كانت هتبقى قايمه اثناء المباراه ناقصه، فلعبناهم طبعا بعلاج مكثف بحاجات كتير عملناها وما كانوش بيلعبوا، حتى الدكاتره طلبت عدد معين من الوقت اللعيبه دي تلعب، زي نعمان، زي احمد هشام سيسا، زي محسن، المجموعه دي كلها كانت بتلعب وهي واخده تعليمات من الدكتور، عدد معين من الوقت داخل الملعب وبمجهود معين، ما يبذلش اقصى مجهود عنده، لان الاصابه كده ممكن تتفاقم، ولكن الحمد لله اللعيبه اللي موجوده ادت ما عليها وقدرنا ان احنا نعدي الماتشين دول، كانوا ماتشين مهمين جدا. حضرتك عارف ان فرقه سبورتنج من الفرق اللي هي دايما بتنافس على البطولات، فرقه قويه، فرقه فيها عناصر مميزه جدا، خصوصا بعد ما انضم لهم محمد ياسين وسيد حارس المرمى الاهلي السابق واحمد عبد الرحمن لاعب الدار الاهلي السابق، فبقت فرقه قويه جدا. فكنا يعني ركزنا على المباراه رغم وجود الاصابات، وربنا اكرمنا الحمد لله، واكرمنا في ماتش الجياد ورجعنا من هناك 6 بونت الحمد لله. طب كابتن طارق، يمكن عايز حضرتك سؤال، احنا اكتر فرقه من الفرق اللي بتنافس سواء الاهلي او طلائع الجيش او الزمالك، هل احنا اكتر فرقه عدد من اللاعبين انضموا للمنتخب؟ يعني انا قصدي اقول ان احنا منضم من عندنا 10، احنا نعتبر بتهيألي بالرقم ده احنا اكتر فرقه يعني بتاخد منها لعيبه للمنتخب، الكلام ده صح؟ بص، بس هو تقريبا احنا والزمالك متساويين زي بعض، يعني احنا زي لعيبه نادي الزمالك بالظبط، لكن هي المشكله اللي عندي اللي انا بقابلها وقلتها قبل كده وبقولها تاني وبنحاول نحلها باذن الله وربنا يقدرني ان انا اقدر احلها، هي مشكله انسجام الفريق. انت حضرتك، احنا الحمد لله طبعا بفضل مجهود مجلس الاداره قدرنا نضم 6 لعيبه، صحيح، 6 لعيبه من قوام الفريق، يعني انت عندك 35% من قوام الفريق تجديد، اول مره يلعبوا في النادي تجديد، في تجديد 35%. فمحتاجين تجانس، ده لازم ياخد وقته، وعشان تعمل تجانس لازم اللعيبه تتعايش مع بعض كتير، لازم الفكر يقرب من بعض كتير، فاللعيبه يعني عكس مثلا لعيبه نادي الزمالك، لعيبه الزمالك تقريبا يعني الاضافات اللي عندهم هم 2 بكار وخالد وليد، انما بقيه اللعيبه القوام موجودين من الاعوام السابقه. انما دلوقتي انا عندي 6 لعيبه، الستة دول لازم يخشوا على المجموعه اللي موجوده، وبالتالي انت مدرب جديد، فكر جديد، بلعيبه جديده، بعناصر محتاجه اندماج، فطبعا عدم وجود فتره طويله مع بعض بيأثر كتير في العمل داخل الملعب، لكن الحمد لله احنا بنشتغل بمنهجيه علميه وده بفضل ربنا سبحانه وتعالى،
يمكن من ضمن الحاجات اللي انا مبسوط منها جدا، يمكن في واحد محترم مدرب محترم كبير من مدربين اولاد النادي كلمني بعد ماتش سبورتنج وقال لي جمله انا شخصيا سعدت بيها جدا. قال لي انا من فتره طويله لم ارى لعيبه النادي الاهلي بيلعبوا هذه الروح. اللعيبه فعلا كانت بتقاتل في الملعب. الاحصائيات اللي عندي بتقول اي منافسه على الكوره اثناء المباراه انا واخدها بنسبه 90%. يعني اي منافسه ما بيني وبين اللعيب في صراع على الكوره لعيبتي بتقاتل عشان تاخدها. العمل ده ما كانش موجود قبل كده. ده الحمد لله احنا اشتغلنا عليه روح الفنانه الحمراء زي ما حضرتك قلت بدايه كلامك. الناس مبسوطه من اداء الرجولي للعيبه الكوره في ماتش امبارح. صحيح. يعني انت لازم في العمل الجماعي الروح والرجوله داخل الملعب بيبقى ليها عنصر مهم، والحمد لله احنا قدرنا ندخل الكلام ده في الاولاد، نرجع روح الفانيلا الحمراء، لعبوا بشكل جيد. عندنا كمان حاجه الحمد لله طلعنا منها بمكسب السفريه اللي فاتت او الفتره اللي فاتت كلها، هي ان انا الحمد لله انا بلعب في فرقه سبورتنج، فرقه كبيره وفرقه عريقه وفرقه يعني من الاسماء الثقيله على ملعبها وسط جمهورها، وكل الناس عارفه اي فرقه بتروح تلعب سبورتنج على ملعبها بتبقى العمليه صعبه جدا. هم على ملعبهم بيبقوا عندهم شراسه صحيح للمكسب غير طبيعيه، ومع ذلك نقطه فنيه بحته ما يحسش بيها الا الناس الفنيين، الناس اللي فعلا بتبص الفرقه دي رايحه فين، ان فرقه سبورتنج جابت 17 هدف بس طول المباراه. الدفاع جيد يا كابتن، ودي حقيقه، ما هو الروح بتبان في الدفاع يا كابتن. طب كابتن يعني يعني برضو عايز اسال حضرتك فرصه حضرتك معايا، بطوله افريقيا اخبارها ايه، هتتلعب ولا لا؟ لا اتلغت خلاص. اتلغت خلاص ده اكيد، ده اخر كلام. من ما فيش العدد ما كملش فالبطوله اتلغت، ومش اتلغت اجلت لشهر 4. شهر 4 ان شاء الله. كل التوفيق كابتن طارق محروس طبعا المدير الفني للفريق الاول لكره اليد الرجال، كل التوفيق لحضرتك وللرجال، ونتمنى ان شاء الله حصد البطولات، واحنا كلنا ثقه في حضرتك وفي اللاعبين ايضا. طيب